نادرة جدا قطعة السلام. دي بترمز للسلام، ودي دايما كانت يعني مرتبطة بالرئيس شارل ديجول. زي ما انتم شايفين كده، ادي علامة الايدين اهي والسلام، ودي عبارة عن مسامير اكتر من 2000 مسمار، ومعمولين بتكنيك معين بحيث ان هي تاخد علامة اي حاجة او بصمة اي حاجة تيجي عليها. زي ما انتم شايفين كده، دي المسامير اهي، وده الشكل برضو من الناحية التانية. ممكن كشاف لو صح. ده التجويف بتاعت الايد. بعد اذنك ممكن تلفها كده من الناحية التانية. شكلها تحفة فنية. قطعة دي نادرة جدا جدا جدا.